ولا تبكيش يا ولدي ولا تخاف، هذا مكتوب ربي هو اللي بغاك. كي نشوفك تتعذب عقلي يحير، ينضر قلبي ما يعرف ما يدير. كي نشوفك تتعذب عقلي يحير، وينضر قلبي. ريان، بعد اولا كنت كنرحموا على الطفل ريان، وكان نبلغوا يعني العزاء للام ديالو والاب ديالو. هي مأساة يعني، كل ما تحمل بكل ما تحمل الكلمه من معنى فهي مأساة. هاد الاغنيه انا الفتها وكتبتها ملي كان ريان مسكين رحمه باقي وحل في البيت، ومني مات الله يرحمه مسكين زدت كملت له واحد المقطع انه مات. يعني ريان عند الرحمن فرحان، انا كنت كان يعني كنت كنتمنى انه يخرج. وين اقدار ديال الله سبحانه وتعالى رحمه. اشتغلنا عليها يعني، قمت بالكتابه ديالها، تعاملت مع اندر سويد و عازف من تركيا، كان احمد من الباك نحيوه. شنو نقول لك، هي هذا العمل هذا ديال هي ريان ما تبكيش، هو اغنيه اللي سمعها يقول لك هذه اغنيه سهله يعني، وهذا واحد الريتم اللي هو هادي يعني ما فيهاش واحد المقامات بزاف بحال مون امور، ولكن تقبيه اصعب اغنيه. علاش؟ يعني فيها واحد يعني ادينا بواحد التاثر يعني كنت متاثر بزاف. يعني انت كتسجل وكتفكر هذيك المعاناه ديال ريان مسكين. يعني الصعيب كانت صعيبه شويه، انا نقول لك لا، انا الفريق كامل يعني كان ملي كملنا يعني كنشوف ليكيب، يعني كاين اللي كيبكي كاين اللي تقلق. يعني موضوع شويه وماشي غير حنا، راه العالم كله، راه ريان راه العالم كله حزن عليه. يعني العرب كاملين، الغرب الشرق، مسكين الله يرحمه مسكين. انا اللي قمت بالكتابة الكلمات، كتبت النص ملي كان باقي ريان حي، ملي توفى ريان مسكين الله يرحمه كملت الكتابه ديال المرسو الثاني. واش نقول لك، انا ديجا كنكتب يعني اللي ما عرفش الجمهور، وانني انا يعني في 2001 كتبت البوم كامل، باقي الان عندي في مخبي البوم كله مكتوب. ومؤخرا كاين البوم كل يعني كله كتابه ديالي. يعني دابا اصلا الاعمال اللي عندي ما بين كتابه ديالي وما بين دي كوفر. انا اولا انا العمل كان عندي واجد، وتعمدت نعطلو تفوت اسبوع فهمتي. يعني كندخل يوتيوب كنشوف يعني الناس كيلوحوا الاغاني في ريان، انا تعمدت اسبوع دوز شويه القضيه. وانا شخص انا شخصيا ما قدرتش نادي، ولا كنت يعني نفسيا ماكش هو هذاك. يعني كتشوف هذاك الولد بحال ولدك فهمتي ولا لا؟ مسألة إنسانية فهمتي؟ هذا هو اللي كاين. بيان سير، دقيقة بدقيقة بدقيقة، نهار ولي كنعس حتى للسبعة الصباح، وكنفيق أملا أنه يخرجوه، ولكن ما هذا الشيء. يلا 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 عاد دابا لونسينا، عاد دابا إن شاء الله من الليل نشوفوا شنو كاين. وبالنسبة للطفل ريان مسكين الله يرحمه، ورا مرحوم، ورا باقي طفل يعني بريء، يعني قدر المكتبة ديالنا كاتب كما قلت
هو هذه القصة هذه يعني لازم أنها تكون واحد ل... يعني واحد ل... واحد ل... نخدم منها واحد العبارة. أول حاجة بعدا لازم على لي بارون الوالدين اللي عنده شي وليد صغير طفل صغير يرد ليه البال مزيان. ورسالة للناس اللي في بوادي وفي الجبال اللي عندهم الآبار ينتبهوا الآبار. وأذكر كذلك يعني ميساج للمسؤولين أنهم الآبار اللي هي مهجورة تكون هذه الحملة اش لا إغلاق ديالها. كتشوفوا أنا كتشوفوا أرواح يعني طاح مورا ريان واحد وليد طاح واحد وليد آخر عاوتاني مؤخرا. يعني لازم تكون وحنا يعني أنا بالنسبة لي أنا يعني حاولت ما أمكن نقدم واحد مش حاجة قليلة زعما وذاك الوليد اللي هو ريان مسكين يعني ماشي غير أنا يعني هو أثر في العالم كامل. يعني خلى واحد البصمة يعني وليد عنده 5 سنوات صحيح ولكن خلى واحد البصمة كبيرة في العالم كامل. كتشوف يعني تبعت ديك المأساة ديك المأساة ديك الخمس أيام اللي كانت يعني كتشوف يعني جميع القنوات يعني العربية والعالمية والعالم كيحزن يعني العالم كله حزن على ريان الله يرحمه لأنه تعذب بزاف. وش نقول لك ريان شي حاجة يعني كتوشك في القلب إذا كنتي بصح يعني عندك واحد القلب والله. ولكن وهذا العمل هذا أنا العمل هذا أنا هديته لريان رحمه الأم ديالو ما كان نتسناش منه شي أرباح زعما ولا شي هذا غير واحد الميساج إنساني فهمتي جيفو يعني ماشي ديال فهمتي. أنا عندي أعمال كثيرة الحمد لله عندي كثيرة بزاف يعني اللي باغي أنها يعني تنجحوا. العمل ديال ريان هو عمل انساني ميساج نستي ميساج صافي ماشي شي حاجه اللي هي زعما ورقه ربح ولا شي حاجه. هذا هو اللي كاين. كان عندنا خويا كان عندنا واحد حاليا دو البوم كانوا واجدين. علاش بدينا بدا بخوا خوا ما كانش اصلا عندنا في الالبومات بجوج. كان الماتش ديال المغرب والالجيري وكانت اصداء سلبيه المقابله وواحد كانت واحد كما تقول واحد الرياح ديال الفتنه من طرف بعض الناس اللي كيبغيو يوسخوا الاجواء. الو حاولنا نقدموا واحد الميساج يعني خوا يعني داك النهار يعني سجلناها في الصباح حطيناها في اليوتيوب. ولكن الاعمال الاخرى كانت ديجا كانت واجده يعني كانت ديجا واجده يعني بدينا بمونامور صحيح. كان عندنا دابا واحد دو كليب واجدين ولكن يعني مراعاه الظرف ديال ريان الله يرحمه قمنا بتاجيل الكليبات ما بعد ان شاء الله. وان شاء الله غادي يكون واحد يعني واحد يعني واحد الاعمال في مستوى كاين عندنا يعني ما بين اعمال ابداع يعني بكلمات ديالي وتوزيع بعض الاخوان وما بين ديكوفر. ولكن انا مثلا نقول ديكوفر راه ماشي كنغني يعني اغنيه فوتوكوبي كنديروا واحد التوزيع جديد فهمتي ولا اخويا توزيع جديد كنديروا توزيع جديد كنديروا واحد الاداء اللي هو جديد فهمتي كنعطيو واحد اللمسه ديالنا. كنقول لهم اول حاجه أجركم الله وثاني حاجة سنقول لهم بأنه لله ما أخذ ولله ما أعطى. وثالث حاجة هذاك الوليد ماشي ولد الدنيا الله بغاه يكون دخر لكم في يوم القيامة إن شاء الله ورقة فينا كاملين. وريان أنا بدأت شخصيا ريان دار واحد البصمة في قلبي الداخل. هذا هو اللي كاين. الله يصبرهم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.